السلام عليكم محمد دليل مهنه مسؤول في شركه انا الاب يوسف دليل ضروري في الاول كيكون واحد شويه التخوف لانه خاص ضروري يكون ان كونترول بارونتال ولكن من بعد ملي كي كيكونوا النتائج نتائج دراسيه مزيانه وكتكون تتكون عارف الاتجاه ديال الطيف عارف الاتجاه ديال الطيف وكتكون كتكون كتكونترولي شنو تي شنو تيدير اكيد ما يمكن لي نكون الا الا راضي مع العلم ان الابن ديالي تنعرفو شنو شنو تنعرف المؤهلات ديالو تنظن بانه عنده مؤهلات فنيه اللي تخليه انه يشق المسار الفني ديالو اكيد المساعده كتكون معنويه في الاول أه ولكن من بعد اوفي يا جرميل تيبان لك بانه أه راه تيحقق في النتائج مزيانه وداكشي اللي كيصور راه بدا ياخذ واحد واحد الطابع ديال الجديه أه اكيد ما 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 غنبخلش عليه حتى انايا أه في مساعدات ماديه وتنظن يوسف أه وخا كاك باقي صغير دونك راه في في هذه المرحله ديال ديال السيمانه أه تبدلوا بزاف ديال بزاف ديال الحوايج دونك اكيد راه معاه لو سوتيان ديال فاميليال دونك غادي يعاونوا باش باش يشق المسار شويه بشويه الشهرة مازال ما وصلش للشهرة اللي 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 معروفة ولكن هاد الشهرة ما يمكنش تزيدوا الا واحد واحد المسؤوليه اللي طلقات على عتيق ديالو اليوم عنده الناس اللي اللي بداو بداو تيبغيو دونك خصو يبقى على عند حسن النيه ديال والحسن الظن ديال ديال لي فان اذا خصو يدير واحد المجهود خاصو يكون دابا عنده جوج ديال المجهود في الدراسه اللي هو الاول عاد باش المجهود في المجهود ديال ديال ديال, 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 ديال المجال الفني اكيد لو كونترول بارونتال كيما قلت في الاول ضروري علاش لانه ما يمكنش تخلي تخلي الانترنت للطفل مفتوح هكاك دونك كاين كونترول سيفر الطفل خصو حتى يكمل الواجبات الدراسيه ديالو في العطله ا مرة مرة في الويكند اي هذا باش يمكن له يدوز الـ يدوز الـ يدوز, يدوز الحوايج ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه